هنا قبل ما نخلص، فعايزين نشوف ايه المخ زي ما قلنا بيصدر الذبذبات. مستويات الذبذبات دي ايه؟ هي عباره اصلا على 5 مستويات من الذبذبات. اولهم او اعلاهم اللي هي ذبذبات مرحله تسمى جاما. جاما ديت بيبقى لما بيكون المخ في حاله نشاط عقلي. دي يهمنا ليه؟ لان هنعرف حالات الخشوع وحالات الصلاه وحالات القران وحالات كذا بتدخل في انهي مرحله من دول، وبرضه هم لما بيجوا ياثروا بحاجه سلبيه بتدخل في انهي مرحله من دول. فهنقول ذبذبات المخ في لها 5 مستويات معرفه علميا. ذبذبات جاما دي بتبقى في الحاله اللي هي بتبقى فيها حاله نشاط عقلي للمخ، حاله نشاط جامد جدا، ودي بيتراوح المجال الكهربي بتاعها حوالي 40 هرتز، يعني علميا حوالي 40 هرتز. تليها ذبذبات بيتا. بيتا بتبقى من 13 ل 30 هرتز. دي بتبقى في حاله التركيز والتحليل وايجاد الحلول وكده. بس طبعا كل ما علت الذبذبات كل ما ده عمل اجهاد على المخ. ونشوف ازاي برضو، يعني ده الكلام ده مهم ليه؟ عشان ليه الشيطان بيتعامل مع المرحله دي والخشوع بيتعامل مع المرحله الاولى. بس كملي الخمس حالات وبعدين فقلنا جاما، بيتا، بيتا، ذبذبات الفا. دي ذبذبات بتبقى في 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 المنطقه الجداريه المخ، بتبقى من حوالي 8 ل 12 هرتز. فدي بتبقى في حاله ايه؟ الصمت والتامل والسكون والاحلام اليقظه. بتليها ذبذبات ثيتا. اسمها ثيتا. كيتا. ثيتا. دي بتبقى هي النعاس شويه، النعاس شويه، او اللي هي الهدوء اللي داخل في النعاس وانتقال من حاله او العكس. دي بتبقى بتراوح من 4 ل 7 هرتز. في ذبذبات اللي هي دلتا دي اللي هي الخفيضه، دي بتبقى في حالات النوم العميق، وبعض الحالات مثلا زي الاغماء اللي هي الانقطاع عن الوعي، دي بتبقى من 0.5 ل 3 هرتز. فلازم نعرف ان الاحداث اللي هي برضو اللي بتبقى سلبيه مثلا، او صدمات، او حاجات مثلا بتبقى صدمات بتحصل للانسان، ان النظام الاهتزازي الثابت او المستقر بتاع المخ بيحصل له خلل، زائد ان احنا ما يتم في المخ من اهتزازات، برضو ان احنا كل عضو في اعضاء جسمنا في هذه الخاصيه الاهتزازيه، يعني كل عضو فيه هذه الخاصية الاهتزازية، ويعتبر كل عضو له نوع من الموجة خاص بيه. ليه؟ لأن احنا خلايانا بتتركب من ايه؟ بتتركب من ذرات. الذرات دي بتتركب من ايه؟ بتتركب من نواة الذرة، وحواليها مدارات للإلكترونات. الإلكترونات ديت بتدور بسرعة كبيرة. الإلكترونات دي مش هي أصغر جسيمات المادة، في جواها حاجة اسمها كواركس أو الكواركات. الكواركات دي هي اللي بتنشأ عن حركتها السريعه. الناس حتوه معاك. لا ما طب باختصار ان الخلايا اوكي والحركه السريعه للالكترونيت بينشا عنها الذبذبات بتاعه الخليه، وبينشا عنها ايه كمان؟ توليد مجالات كهرومغناطيسيه. فاذا كل خليه في جسمنا بتتاثر بالمجالات الكهرومغناطيسيه، وبتتاثر مجالات كهرومغناطيسيه عباره برضو عن موجات يعني ايه؟ ذبذبات. ما ده مهم معانا في موضوع المقاومه. تاني حاجة بتتأثر، طالما هي في حالة اهتزازات بتتأثر بموجات الصوت، يبقى تتأثر موجات الصوت اللي هي تعتبر موجات ميكانيكية بتتحول لإشارات كهربائية. تاني حاجة بتتأثر بالموجات الكهرومغناطيسية لأنها برضو عبارة عن موجات اهتزازية. أوكي؟ فبرضو مش برضه دلوقتي، استني بقى استني. انت قلت دلوقتي المخ بيصدر عنه في ليه 5 حالات، جاما وبيتا والفا وكيتا ودلتا. ايوه. وكل واحده في الحاله العمل الشديد جدا اللي هي 40، جاما دي 40، وبعدين الثانيه اقل لغايه ما بنخش في مرحله اللي بيبقى النعاس او الكوما او الكلام ده كله. وانت بتقولي ان كل حاجه في الجسم بتتاثر بالموجات، احنا ده كله بياخدنا مش مهم ازاي قوي عشان خاطر بس متوحش. ده مدخل لايه؟ طب مش مدخل عشان ما انت احنا مش دايرين ناخد ماجستير هنا في الحلقه. أيوة. احنا عشان بس انما انت تقدر تقولي ان ازاي بقى من هذا الكلام في 5 حالات اهمت، ازاي المخ النهارده نستطيع انه يقاوم فني حاله، وازاي بيتاثر فني حاله بعد ما احنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ عشان نعرف بعد كده يعني ايه العلاج بالصوت، ويعني ايه ان قراءة القرآن مش مسألة ان هي تصرف الشياطين والكلام ده، او مثلا ايه تقوي ايمانك، لا يعني ايه تقوي ايمانك. ويعني ايه ان القرآن بيقاوم ما تم فيك من خلل، بل بالعكس ده يقدر كمان يشفيك
من امراض ويشفيك من امراض تعتبر مستعصيه. يعني معلش مثلا نشوف صوره اللي هي الخليه عند تعرضها لمجال لموجات صوتيه بتاعت قران. يعني في خليه دماغ، في صوره لخليه الدماغ تاثرت بالصوت، خليه الدماغ تاثرت بالصوت. اذا دلوقتي احنا عندنا في الخمس حالات دولت، في الخمس حالات دولت معروفين امتى هم يقدر ياثر؟ اتفضلي بقى. لا، في صوره لخليه الدماغ عند تاثرها بالصوت. فده كيف هو النهارده اسمها خليه الدماغ. خليه الدماغ، ايوه. الصوره دي مثلا دي كانت في تجربه لخلية دماغية، وكانوا بيعملوا تجارب على العلاج بالصوت. طبعا هم ما يعني هم بيعملوا في الغرب بيعملوا تجارب على العلاج بالصوت، لكن هم لا يدركوا طبعا موضوع القرآن وكده. فاحنا نتكلم بقى على موضوع القرآن، ان القرآن ده ذبذبات خاصة، وانه كلام لا يشبه كلام بشر، وان كل حرف اصلا من حروف اللغة العربية لها ذبذبات. يعني لما نقول ها مثلا، الها دي اقل تردد، السين دي اعلى تردد. الكلمات القرآن، معلش أخلي الصورة بس شوية، كلمات القرآن لها لكل كلمة فيها لها أطوال موجية محددة. ده كان صوت عادي، ده تؤثر بره كان عاملين ده صوت عادي، ده كان صوت. يعني بيشوفوا تأثير الصوت، لقوا إن الخلية، إن الصوت ده عمل زي ريزونانس أو توافق مع ذبذبات الخلية. لكن إيه بقى، وراحت مولدة كمان مجال مغناطيسي عالي وتفاعلت مع هذا الصوت. يعني ده مجال مغناطيسي عالي عن الخلية، تفاعلت مع هذا الصوت. لكن اكتشفوا ايه بقى، يعني ممكن اجيب لكم التجارب كمان، يعني اهم تجارب يعني. اوكي، اكتشفوا ايه بقى، ان الخلية اكثر حاجة تتفاعل بيها هي صوت الشخص ذاته، يعني هي صوت الانسان، ترددات صوت الانسان نفسه بتتفاعل اكثر حاجة، ان هي الخلية عن بعد بتتعرف على صوت الانسان. فما بال بقى وهي داخل جسمك. لدرجة ان في عالم اخد خلايا دموية وكان على بعد وسلط عليها كذا اصوات وكذا، وبعدين لما جه صوت الانسان نفسه، وخاصة هو بيقول حاجة كويسة يعني حاجة خيرة، لقى ان الخلية بتتفاعل مع صوت الشخص ذاته، وخاصة لما يقول حاجات خيرة بتتفاعل معها، ان هي تصدر مجالات مغناطيسية وبتقوى، وبتقوى الجدار بتاعها، وبتعالج محتوياتها الخلل اللي في التقطيب الداخلي. يعني التقطيب الداخلي ده في اي خلل كان فيها بتقدر هي بتتجاوب معاه. غير كده مثلا، يعني مثلا معلش نشوف صوره اللي هي بتاعه تفجير الخلايا السرطانيه بالصوت. تفجير الخلايا السرطانيه بالصوت ده في كذا، ده اتعملت عليها كم من الابحاث جامده جدا، وبعدين اكتشفوا ان الصوت، وبرده صوت الانسان ذاته، ولو هو مؤمن بالشفاء وبيقول حاجات زي أدعية أو خاصة بالشفاء، إن هي عملت على تفجير الخلايا السرطانية في جسده، تفجيرها. ودي يعني تدميرها، يعني تدميرها. يعني في كم تجارب كتيرة جدا، دي أحد تجارب مصور نتيجة لسماعها لصوت الشخص وهو بيقول حاجة طيبة وبيثق في قوة شفاء صوته. إن الخلايا ابتدت يحصل، يعني تحصل تدخل. ليه؟ لان السرطان نفسه عباره عن خلل في، يعني خلايا مختله. لكن الاختلال بتاعها ده بيبقى ظاهر على اهتزازاتها. يعني خلايا المختله دي اللي هي شطت عن التكاثر الطبيعي، الاوامر اللي جايه لها من الكروموزومات. ماشي، لكن ده بيترجم ان هي عندها خلل في الاهتزازات بتاعتها. كل الاوامر بتؤدي في الناحيه الثانيه لخلل في اهتزازها وخلل في طاقتها. فانت لما تقول عليها كلام طيب وبتتاثر بالشخص وبطاقه الشخص، ممكن انت تعالج من الامراض المستعصيه. ودي اثبتت في كذا تجربه، من ضمنها دي التجربه اثبتت. فما بالنا لو ان الشخص ده بيتكلم بيقرا قران، ما بالنا لو هو بقى فما بال بقى ان انت بتقول كلام رب العالمين، وبال بقى ان انت بتقول بطاقه ايمانيه، وما بال بقى ان ربنا قال لك ايه، انا عند ظن عبدي بيه. فهو ده بقى اللي هو، لكن لما كان بيقوله للمرضى ان انت لازم تثق في الشفاء، فما بال بقى ان انت ملتجئ لرب العالمين، وبتشغل بقى كمان مش بس طاقة خيرة، انت مشغل كلام من الخير الأعظم. فانت ربنا سبحانه وتعالى جعل ليك ما تقدر ان انت تتغلب بيه على الـ 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 يعني الخلل اللي حصل جواك. الخلل ده بقى نشوف مناحي كثيرة له، وان انت ازاي في ده تعمل ايه وفي ده تعمل ايه. لكن ربنا خلق جواك طاقة،
انت مش عارف تستخدمها. وهنقول برضو على بعض يعني، انا برضو قبل ما تخلص حلقه يا ريت يعني حضرتك تقول لي على اساس نقول على بعض ايات الشفاء وبعض يعني الحاجات. طبعا كل قران خير، لكن في بعض حاجات جمعتها مثلا اللي هي بعض حاجات العلاجيه العامه. طيب احنا بس من النقطه دي يا دكتور قبل ما الموضوع يروح كده، من النقطه دي اصبح النهارده الواحد دلوقتي معروف دلوقتي ان المخ بيصدر في ليه خمس مراحل. ففي مرحله معينه وممكن يصطاد فيه، في مرحله معينه ممكن يزودوا عليه طاقه سلبيه، وفي مرحله معينه انا استطيع ان انا اخلي الطاقه بتاعتي الايجابيه اكتر.